راديو نيل. طيب والخبر اللي جاي 100% هيفرح كل صيدلي موجود في مصر، بس الأول اسمحوا لي أحكي لحضراتكم حال الصيدلي في الصيدليات عامل إزاي. وأكيد حضراتكم يعني أدرى بالوضع من العبد لله، مع كامل الاحترام طبعا والتقدير لأي صيدلي واقف في صيدلية، وطبعا ما تزعلوش مني، لكن القصة كانت أشبه بالتجارة. يعني المريض أو أي حد من قرايبه يدخل الصيدلية يدي لحضرتك للصيدلي الروشتة اللي كاتبها الطبيب، وحضرتك تجيب اللي مكتوب في الروشتة بالضبط من على الرف ولا من الدرج ولا من التلاجة وتحاسبه وشكرا. حتى لما حاولت تصرف مثلا، أو لو هتحاول تصرف دواء تاني أرخص من اللي كاتبه الطبيب للمريض، هتلاقي اللي هياخد منك الدواء هيشك، بالتأكيد هيشك، يعني يقول لك ايه الدواء ده، لا انا عايز نفس الدواء اللي مكتوب في الروشتة. فتقول له يهديك يرضيك، هو نفس المادة الفعالة وهو نفس التركيز وسعره حنين كمان عن الدواء اللي مكتوب، هتلاقيه مقتنع يعني 100% ان الطبيب هو اللي على حق. طبعا في الحاجات البسيطة ممكن بقى بعض اهالينا الكرام يروح للصيدلي يقول له مثلا بنتي تعبان، عندها برد، عندها سخونية، عندها اسهال، اتخبطت في رجليها، فيصرف له الحاجات البسيطة الاولية. لكن في الاساس بيفضل الدور الرئيسي للصيدلي في الصيدلية هو صرف الدواء اللي مكتوب في الروشتة فقط، لا اكتر ولا اقل. حتى الجرعة بتبقى مكتوبة كمان في الروشتة اللي كتبها الطبيب، 3 مرات قبل الأكل أو بعده، أو مرتين أو 3 حقن في اليوم وهكذا. لدرجة إن حتى في كتير من الصيدليات تلاقي اللي كان بيقف ما هوش الصيدلي نفسه، يعني ده شاب أو فتاة من اللي بيساعدوا الصيدلي، وهم اللي تلاقيهم بيصرفوا الروشتة، اتعلموا من كتر الاحتكاك وشغلهم مع الصيدلي. ما هو المثل بيقول من عاشر الأمة 40 يوم، يعني صار منهم. طيب هل الحال ده يرضي الصيادلة في مصر؟ أقول لك لا طبعا، من خبرتي في التعامل لا طبعا. طيب إيه البشرة اللي معانا في الخبر بتاع النهاردة اللي هتحصل قريب بإذن الله؟ أقول لك القصة خرجت في بيان امبارح من الهيئة العامة للرعاية الصحية. طيب إيه هي الهيئة العامة للرعاية الصحية دي؟ أقول لك دي هيئة تابعة للتأمين الصحي الشامل، التأمين الصحي الشامل اللي أنا شرحته لحضراتكم قبل كده إنه هيغير تماما من حال الصحة اللي موجودة في مستشفياتنا، اللي موجودة في مصر، ولازم ولا بد تفرق ما بينه التأمين الصحي الشامل وبين التأمين الصحي العادي اللي موجود حاليا، لأن التأمين الصحي العادي مع كامل احترامنا طبعا ليه، لكنه منظومة غير جيدة بالمرة، ما يرضيش أي حد، كتير من المصريين بيشتكوا منها مر الشكوى. لكن التأمين الصحي الشامل ده هيحول المستشفيات التابعة ليه لمستوى خدمة المستشفيات الأوروبية، مباني وأجهزة وغرف رعاية على أعلى مستوى، طاقم الأطباء والتمريض حتى يعني برضو على أعلى مستوى. الخطة كانت أننا نسفرهم لمستشفيات لندن، المستشفيات الإنجليزي، أنهم يروحوا يتدربوا هناك ويرجعوا يطبقوا كل حاجة تعلموها هنا على أرض الواقع في مستشفيات التأمين الصحي الشامل. عملنا نفس القصة مع أطبائنا وتمريضنا في بورسعيد اللي كان هناك الموضوع تجريبي، لكن مع الأسف جه بعد كده فيروس كورونا واتقطع الطيران وخفنا على أولادنا، فقصة التدريب في الخارج اتعطلت. المهم حضرتك تقدر تقيم طبعا الخدمة بتاعت التأمين الصحي الشامل كانت كويسة ولا لا، زي ما بتقيم بالضبط يعني أي رحلة أنت بتركبها مع كابتن بالأبليكيشن، لأنك لو مقتدر هتقدر تدفع مقابل الخدمة دي جزء من مرتبك كل شهر. الغير القادر الدولة المصرية هي اللي هتدفع بداله، هي اللي هتشيله، وده ألف به عدالة اجتماعية اللي كنا بالنادي بيها. طبعا منظومة التأمين الصحي الشامل اتطبقت في بورسعيد الأول كتجربة، وبعدين اتنقلت لمحافظات المرحلة الأولى اللي هي بقى جنوب سيناء والسويس واسماعيلية والأقصر وأسوان، وبعد كده إن شاء الله هتتنقل لمستشفيات أو لمحافظات المرحلة التانية ثم التالتة وهكذا لغاية ما 27 محافظة مصرية ما يتطبق فيها النموذج المحترم بتاع التأمين الصحي الشامل. المهم البيان اللي خرج امبارح بيقول إنهم هينشئوا في المنظومة دي وحدة لتقييم استخدام الدواء، هل الدواء ده ملائم ولا لا في التأمين الصحي الشامل. حد هنا من ناسنا وأهلنا الكرام أو حتى من الصيادلة اللي بيسمعوني دلوقتي ممكن يقول لي إزاي برضو، أقول له بص يا سيدي، برنامج تقييم استخدام الأدوية ده هتلاقي الصيدلي فيه جزء أساسي من الفريق الصحي، يعني هيشارك الطبيب في وضع الخطة العلاجية للمريض
وكمان هيتابع معاه تنفيذ الخطة دي. يعني مش مجرد شخص في الآخر خالص تجيله بقى الروشتة بالدواء فيجيبها من على الرف أو يجيب الدواء من على الرف وياخد تمنه وخلاص. لا انسى القصة دي. الشكل الجديد في مستشفيات التأمين الصحي الشامل مش التأمين الصحي العادي هتلاقي الصيدلي فيه هيراجع وصفة الطبيب علشان يتأكد الدواء اللي كتبه الطبيب ده ملائم للمريض ولا لا. هنا الطبيب اللي بيسمعني ممكن يعني يزعل، يعني طبيعي يقول كده يعني هيتدخلوا في شغلي. هنا اقول له الحق ما يزعلش، ده الطريق اللي ماشيين بيه الدول في الخارج برا. الطبيب بيكشف، بيشخص الداء او التعب، يكتب المادة الفعالة مثلا، والصيدلي هو اللي بيختار الدواء المناسب يتصرف للمريض. ده برا. احنا هنا هيبقى فريق عمل، الصيدلي هيساعد، هيراجع وصفة الطبيب لان الصيدلي هو اللي دارس الأدوية مش الطبيب، علشان يتأكد الدواء اللي كتبه الطبيب ده ملائم للمريض ولا لا. هيتأكد كمان الدواء ده ملائم يعني يتاخد ودواعي الاستعمال بتاعته ولا لا. هيتأكد حتى من الجرعة اللي هياخدها المريض، هيتأكد من معدل تكرار الجرعة دي للمريض، المريض كررها كم مرة، هيتأكد من طريقة الإعطاء، حقن ولا عضل ولا وريد ولا حبوب تابلت ولا كبسولات ولا دواء شرب سيرب ولا ولا ولا. مش كده وبس، هل الصيدلي في طريقة العلاج القديمة في مستشفياتنا كان ليه أي علاقة بالتمريض؟ أنا أقول لك لا، ما كانش ليه أي علاقة بالتمريض. لكن الصيدلي في التأمين الصحي الشامل اللي ماشي على الطراز الأوروبي والمستشفيات العالمية هتلاقي الصيدلي فيه هيدرب التمريض إنهم إزاي يدوا المريض العلاج، فهتلاقي فيه اختلاف كلي وجزئي في حال الصيدلي جوه المستشفيات بتاعت التأمين الصحي الشامل. الصيدلي يا ناسنا الأفاضل مش تاجر واقف في صيدلية يجيب لك بقى من على الرف اللي مكتوب في الروشتة بتاعة الطبيب. أمال أصلا درس 5 سنين صيدلة ليه؟ ومنهم كمان اللي درس صيدلة إكلينيكية يعني زيادة كمان. فالقصة هتلاقوها هتتضبط، بس تتضبط واحدة واحدة، والبداية هتكون من التأمين الصحي الشامل بإذن المولى، زي ما بيقول المثل الإنجليزي better late than never، أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. ربنا يصلح حالنا وحال بلدنا دايما، اللهم آمين.